تصور 28 لاعب ظهر لي كلهم لعبوا في التورنوا هذايا. قلقتنا برشا معناها الاصابات والكوفيد وكل شيء قلقنا، ما جاش صلاحنا ما لا غالب نلومو كان رواحنا. توا مازال شهر ونص على الكاليفيكاسيون كوب دي موند، ان شاء الله يا ربي الناس كل يد واحده وان شاء الله يا ربي نمشيو كوب دي موند ان شاء الله. يوسف علاش ديما نلقاو نديو فافوري في اللعبه مثلا بوركينا فاسو ديما نلقاو صعوبات في الفرق هذوما؟ والله شو نقول لك، بوركينا فاسو ساعه فريق محترم سيح معناها قدرناهم اكثر من لازم. 45 دقيقة الأولى ضيعناها، حاولنا نرجع في الدزامي طون مي الله غالب عملنا كل شيء ما ركيناش، زاد الأربيتر ما عطاناش حقنا. إن شاء الله يا ربي نتعلموا من أخطائنا ونمشي لبعيد إن شاء الله في كأس العالم إن شاء الله. فما مشكلة واحدة اللي احنا خسرنا لانكاردو فينال هذيك، هي تصور الناس كلها عطات ما عندها مالغري معناها شفت الكوفيد، راه واحد كي يرجع من الكوفيد راه ما ينجمش يعطي 100%. عبيد متقلقة في صدوراتها في قلوبها في كل شيء، مالغري تو معناها حبوا يلعبوا وعطاو له ماكسيموم، حبوا يلعبوا على المريول وعلى البلاد نتاعهم. الله غالب توا اللي فات مات، مازال شهر ونص اللي للتصفية كأس العالم، مازالت مباراة واحدة ولازم ندخلوا في الشك. توا ما عادش في وقت لا باش تفرح لا باش تحزن لحد شيء، لازم نخمو في الجديد ومعناها تأهل كأس العالم معناها ديما يقعد حلم التونس والجولات الكل.